تحكم المجتمع. وكان الإطار هذا بطبيعة الحال بداوا العمل ديالهم وبداوا أذكركم بأن العمل ديالهم بدا من بعد واحد ستة أشهر من العملية ديال الانتخابات، وكانوا عندهم موعد وبداوا في الصرف بالضبط ديال 2008 بداوا يشوفوا العمل ديالهم بواحد الحملة تثقيفية واسعة مشيت منطقة الرحالة المدنية. هذه الحملة التثقيفية ولا هذا النشاط التثقيفي اللي حضرته في المنطقة مازال ناتي وقوة على 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 حقيقة مرة اللي تعرفها المنطقة ديالنا، ألا وهي الهشاشة والفقر واتساع بقعة الأمومية وهذا المجال. بطبيعة الحال باش الإنسان يقرأ أعقاب مع الإنسان اللي يسلم بأن هناك فعلا وضع كارثي آنذاك بالنسبة للمنطقة ديالنا، وبالتالي المنطقة تستدعي تدخلا خاصا. وكنا نقولوا أيضا بعد خارج المرة بأن نتبركوا باتجاه أن برنامج الجميع يعلنوا المنطقة كمنطقة مسكوفة، وبالتالي تحتاج إلى تدخل خاص. هذا الإطار هذا، هذا الإطار هذا بطبيعة الحال برنامج الجميع تدخلوا فكرة ديال أنهم يفعلوا مقاربة جديدة، مقاربة أخرى باش أن يخلقوا المسار ديال التنمية ديال التنمية ديال المنطقة ديال عام الوقت الآخر، لأن الأسئلة ديال التجزئة القطاعي كما هو متعارف عليه. كاين ناس اخرين، هذوك الناس اللي اخترتيهم جوج مشاو للمؤتمر، كاين اللي صاحبته مسألة غادي نتطرقوا ليها، هي أننا واحد
سميتو يا انا مثلا بدا نبنيو واحد الدار يعني خصنا نخسر الشخص كيكون عنده واحد الاساس اللي صحيح يعني هنا كنشوف بان الحزب بان هذيك الدار يعني لو بغينا الاساس ديالها صحيح يعني خصو يكون فيها الحديد صحيح ماشي غنجيبو الحديد باش طايبه الكيلو يعني الحديد الحديد مستعمل غير بالنسبه للحزب يعني الركائز ديالو اللي كتقول بان غادي يكون تغيير ويكون سميتو يعني ملي غادي يكون هذا التغيير يعني التغيير خصو يكون جذري يعني هاد الناس هادو اللي كانوا كيقودوا البلاد بما ان قلتوا في المداخله ديالكم بان كان واحد يعني كان يعني هناك شي حوايج اللي مرات على يعني اربع عقود هذه على المنطقه هي ان المنطقه كانوا كيقودوها ناس فاسدين بهذا المفهوم هذا يعني هاد الناس فاسدين يعني ما غاديش نلجؤوا اليوم مره اخرى على اساس باش تكون باش تاسسوا عليهم هاد الحزب يعني هاد الناس المفسدين هما هذاك الحديد البالي اللي شريناه مش طايبه وشكرا. فريمان عزيز. اولا عندي سؤال واحد هو او شوفوا ديما نستهرشوا هو دور الشباب في الحزب واش من الحزب خاصه يبدا من جديد ما نبقاش نشوفهم نستهرشوا واش من هذه فبركة على مستوى عالي حنا كنرفضوها وسيدنا راه شرفنا هنا للبلاد وتشن المجموعة ديال الحوايج اللي ربما هناك مجموعة ديال التلاعبات اللي عليها وحنا كنعايشوها في المنطقة ودرنا مجموعة ديال الشكايات على مجموعة ديال الخروقات اللي انتابت هاد الناس هادو اللي بغينا حنا نعكزوا عليهم عكاز مهرس وشكرا. هما اللي عرفوا يلعبوا الكورة. اكتب الليل، لا لا انا ما كاين ناس اخرين. هذوك الناس اللي خسرتيهم جوا مشاو للمؤتمر، كاين اللي صاحبته. الترشيح.